يعني انا بقول لحضراتكم ده، انا اسف ان انا هحكي قصه حاجه خاصه بينا، انا كنت متواجد في الملعب مباراه الصفاقسي مباراه النهائي الشهيره، نهائي دوري ابطال افريقيا نادي الاهلي ونادي الصفاقسي. المباراه الاولى كنا تعادلنا هنا في القاهره 1-1. المباراه الثانيه كان في حوالي من 100 ل من 50 ل 100 100 فرد بيشجعوا النادي الاهلي، 50 فرد 100 فرد تقريبا بيشجعوا النادي الاهلي في المباراه النهائيه في تونس. انا يعني عمري ما انسى اللقطه دي. انا كنت بلعب ناحيه اليمين اخر المباراه، اللي يفتكر كنت بلعب في النص الثاني، فانا كانوا ورايا على طول ال 50 او ال 100 فرد او 100 مشجع للنادي الاهلي كانوا متواجدين، صوتهم كان بيهز الاستاد. وانا الكلام ده مش بقوله رياء ولا نفاق ولا الكلام ده كله اطلاقا، انا كنت في الملعب وسامع بوداني في الملعب جوه الملعب، وانا سامع كل الجمهور التونسي بيهتف وال100 فرد بيهتفوا او ال100 مشجع اللي متواجدين بيشجعوا النادي الاهلي بيهتفوا بمثابه 100000 متواجدين. كان صوتهم دايما في وداني، كان صوتهم دايما هنكسب شدوا حيلكم لسه بدري وفاضل 5 دقايق، وبيقول لك لسه بدري وهنكسب وشدوا حيلكم. فانا بالنسبه لي طبعا هذه هي المباراه، او انا قصدي هنا الكره اللي لعب من عندها شادي، الكره دي رجعها لي من الاول. جمهور النادي الاهلي كان قاعد، بس اقف ثانيه واحده، يمين شادي ورا الجون يمين شويه ناحيه شادي كده في النص الملعب اللي بيلعب منه الكره شادي، وبالتالي كان ناحيتي. لو حتى انا كمان رحت احتفلت مع ال50 فرد او ال100 فرد اللي كانوا متواجدين هناك، لان انا كنت اقرب واحد ليهم، فرحت احتفلت معاهم الحقيقه اول ما ابو تريكه احرز الهدف. عشان كده ناس كتيره جدا تقول لي انت مش باين في اللقطات الفرحه اللي في المباراه دي، انا رحت احتفلت مع جمهور النادي الاهلي مع ال100 فرد اللي كانوا متواجدين، وكانوا الحقيقه صوتهم بيزلزل استاد رادس. فطول الماتش الحقيقه وانا حاسس بيهم بالظبط، لو كملت اللقطات دي مش هتلاقيني موجود خالص، كنت انا بحتفل هناك مع جمهور النادي الاهلي. فانا متاكد وعارف ان لو في 100 فرد هناك او 50 فرد، انا متاكد ان هم صوتهم هيغطي على كل اصوات جمهور الصن داونز، لانه الواحد شاف ده بعينيه. انا اسف ان انا بحكي موقف شخصي، ولكن دي حاجه حقيقيه وحصلت، وانا كنت سامع جمهور النادي الاهلي. يعني اخر الشاشه يمين كده، اخر الشاشه شمال حضراتكم، يعني يمين حضراتكم انتوا قاعدين بتتفرجوا، هو ده كان جمهور النادي الاهلي، وهو قاعد في المدرجات وهو قاعد وسعيد ومبسوط. وكان جمهور النادي الاهلي صوته ال100 فرد اللي متواجدين او ال50 فرد اللي متواجدين كان صوتهم بيهزز تونس كلها، بيهز تونس كلها. فأنا متأكد إن لو في 50 أو 100 فرد هيبقوا متواجدين هناك، أو 100 مشجع هيبقوا متواجدين في صن داونز، أنا متأكد إن شاء الله إن هيكون لهم دور كبير جدا جدا جدا. ما بيستخسروش صوتهم، ما بيستخسروش تشجيعهم لفريقهم.